في رسالة واضحة بعثت بها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران. أرسلت واشنطن حاملة طائرات من طراز أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط بعد ورود تقارير عن هجوم محتمل على القوات الأمريكية، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن بلاده تتصرف رداً على التحذيرات المتصاعدة والمثيرة للقلق، وأن واشنطن سترد وبقوة على أي هجوم تتعرض له. بولتون أضاف أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، ولكنها سترد بقوة على أي هجوم سواء كان من قبل حلفاء إيران أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية. يأتي هذا بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على طهران شملت عدة قطاعات بينها قطاع النفط. وكانت واشنطن وفي مطلع الشهر الحالي قد أعلنت وقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.